البداية أشكر الإخوة في الجمعية الوطنية المغربية للصحة والتنمية الاجتماعية، أي القافلة الطبية اللي ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذا النشاط، واللي كيعود لها الفضل الأكبر لأنها لبت الطلب من أجل العمل معنا، يعني العمل معنا باش نشتغلوا على هذه القافلة أو هذه الحملة الطبية. غير ما يخص كل شيء، أنا يعني القافلة عندها مجموعة تاع اختصاصات اللي هي وضعتها إشارة السكينة تاع زيو، اللي كتعتبر يعني رغم البساطة تاع هاد يعني الخدمات، لا ماشي البساطة نتاعها، يعني البساطة اللي هي يعني في الشكل نتاعها بسيطة، ولكن في المضمون نتاعها والجوهر نتاعها إلا وأنها يعني كبيرة بالنسبة للساكنة نتاع المدينة. ما يخص يعني شنو الخدمات أو الخدمات اللي كتقدمها اللي قدمتها القافلة بالطبع مع بشراكة مع الشبيبة الحركية، وهي مجموعة من في مجموعة من المجالات، مجموعة من الاختصاصات مثل قياس نبضات القلب وقياس الضغط الدموي، زائد قياس درجة الحرارة في الجسم، زائد تحليلات خاصة بداء السكري، زائد قياس وتصحيح البصر، وتحليلات خاصة بالقصر الكلوي أي الكلى، ونظارات بالمجان في حالة المساهمة في الزجاج بثمن رمزي. لمجموعة كل هاد الاختصاصات وضعتهم القافلة والشبيبة الحركية رهن إشارة نتاع الساكنة نتاع زيو من أجل الاستفادة يعني بالخدمات اللي واضعينهم. ما يخص كل شيء، أنا يعني المسألة اللي كما قلت لكم في البداية أنه هاد الخدمات بسيطة، إلا وأنها بسيطة في الشكل نتاعها، غادي نعاودها بسيطة في الشكل نتاعها، إلا وأنها عندها في الجوهر نتاعها اللي هي حاجة كبيرة. لمسناها على أرض الواقع، كيفاش لمسناها؟ لأنه كل الحالات اللي أغلب الحالات اللي استضفناها كانت مثلا تحس أنها مريضة مسكينة بداء السكري، مرض بداء السكري، ولكن احنا كنعرفوا المدينة نتاعنا باش الإنسان أنه يوميا خصو باش الإنسان يوميا يراقب مثلا السكر في الجسم نتاعو واش مرتفع واش منخفض واش هادي، الا انه خص يدي واحد الواجب اللي يمكن على ما اعتقد كيتمثل في 20 درهم يوميا، اللي كتعطيك بالنسبه للفقير 600 درهم شهريا، راه بزاف يوميا الانسان. وحنا كنعرفوا الساكنه نتاع زيو كتشتغل مثلا اشتغال بسيط، تجاره بسيطه، ولا بناي مسكين مالو بري، وهذيك ما دخل بسيط 20 درهم، واش غادي يرضى باش يحل السكر، واش غادي يحل درجه الحراره في الجسم تاعو، واش هذه مشاكل، لانه مشكل هذه مشاكل يعني كبيره بالنسبه اللي كيشوفها، بالنسبه للناس اللي عندهم هذيك راه كيشوفوها مشاكل يعني عاديه، ولا بالنسبه لهم حيت اغلب بالنسبه للاغنياء كتجبر عندهم مثلا هاد لي زاباراي في الديور نتاعهم، نتاع الاعصاب، نتاع الدم، نتاع المسائل، كلشي كيشوفها مثلا في الشارع كيشوفها تافهه. ولكن بالنسبه للاعداد العدد اللي توافد علينا انه مثلا البارح وصلنا العدد حوالي 500 مستفيد ومستفيده على هاد كما قلت في الاول، على هاد الخدمات اللي كيشوفها واحد بسيطه، وحنا وصلنا العدد شي ازيد من 500 مستفيد. هنا كتبان بان هاد الامور راه كبيره، ماشي بسيطه كما كيشوفها واحد اللي برا اللي عنده مثلا هاد الامكانيات انه يداو كتوفر له، لو انها كبيره بالنسبه لهاد الناس هادو اللي ما قديش مساكين انه يوميا يلتزم ويمشي عند العياده، ولا يمشي عند السبيطار، ولا يمشي عند هذيك تاع الخواص باش انه يدفع هاد الثمن. ما يخص كما قلت لكم هذه مساله، وهي المساله هذا ماشي حل بالنسبه لينا حنايا، ما كنعتبروهش حل بالنسبه لينا حنايا، ماشي هذا هو الحل تاع هاد القوافل. يعني مش حرق بدنا قوافل طبيه ديما تجي قافله، ديما قوافل، هذا ماشي حل، وانما الحل هو انه يكون مستشفى
مستشفى في مدينة متعدد الاختصاصات، هذاك هو الحل. الحل بالنسبة للساكنة. أما هذا الشيء الشرع عابر، هي قافلة غدا واش تكون قافلة، مرة غدا واش تكون قافلة، وديما قافلة، شوية صعيب، شوية صعيب. رغم أنه هذا الشيء حنايا وضعينه في الأولويات نتاعنا، أنه مثلا كنحاولوا أنه كل مرة نرميو هذا النشاط من مثل هذه الأنشطة الاجتماعية. حيت علاش؟ حيت حنايا الساكنة كنلمسوها وكنلمسو يعني المشاكل نتاع المواطنين، هذه من بين المشاكل الكبيرة. الساكنة كنحاولوا ننفسوا عليها، هذا كنحاولوا ننفسوا عليهم شوية في مثل هذه الأنشطة الاجتماعية، خاصة في مجال الصحة. مجال الصحة كنخدموا لها المسألة. أما المسألة الأخص كما قلت لك، الحل الدائم هو مستشفى المدينة. مستشفى المدينة خاصة أنه حنايا كنشتغلوا عليه، لا سيد النائب البرلماني نتاعنا نتاع الحزب السيد وديع التملالي، كنشتغلوا عليه من أجل أنه يكون مستشفى في المدينة، وكنتمناو يكون أنه هذه مناشدة لجميع الأطراف، توضع يد في يد من أجل أنه تخرج هذه المبادرة الأرض الواقع، وتخرج هذه البادرة الأرض الواقع للساكنة، باش تستفد بها الساكنة. خاصة أنه حنايا خاصة الأحزاب السياسية حنا جات تشتغل من أجل أن جات باش تشتغل أو تقدم خدمات المواطنين، ولا تشتغل في مجال سياسي كيفما كان. المجال السياسي هي والتعريف نتاعو كبير، المجال السياسي التعريف نتاعو كبير، وتعريف شامل كيشمل جميع المجالات. وهو بسيط، التعريف نتاعو بسيط، انه تسيير او التدبير العقلاني للشان المحلي او الشان العام بالنسبه لما هو وطني، هذا التعريف البسيط. اما التعريف الطويل نتاعو راه تعريف كيشمل جميع المجالات وجميع الميادين. اي مساله غادي نشوفوا انه هذا الرجع اللي كيسميتو القافله الطبيه، عاودا نجدوا الشكر للاخوان يعني اللي ضحاو بزاف، لا خاصه الدكاتره اللي ضحاو واستقبلوا هذا العدد الكبير، واشتغلوا ضمن هذيك سميتو الضغط وهذيك. انا كنجدوا لهم الشكر وكنشكرهم بزاف. اما كما قلت انا البارح كان عدد المستفيدين في 501، وهذا النهار كنتظروا عدد اللي هو يمكن يكون اكثر من العدد نتاع البارح، خاصة في الجانب النسوي او الجانب الذكوري. هذه مسألة. والمسألة الثانية انه حنايا كما قلت غادي نحاولوا مرة اخرى، كما قلت في البداية غادي نحاولوا مرة اخرى باش غادي كنوعدوا الساكنة، وكما قلنا في جميع المناسبات انه حنايا جينا على قيم ومبادئ خاصة اللي كترمي إلى خدمة الصالح العام والشأن المحلي والدرجة الأولى، وتجاوزا ورميا وضرب عرض الحائط كل الحسابات السياسية أو السياسوية الضيقة. خاصة نشتغلوا وضع يد في اليد والإخوان، يعني كل شيء، جميع الإخوان، لا من جميع الإطارات، لا الإطار الحزب، لا الإطار الشبيبة الحركية، لا الإطار الحزب الحركة الشعبية، لا الإطارات الموازية الأخرى، المرأة الحركية، أو جميع الجمعيات المجتمع المدني. كل شيء خصنا نوضعوا يد في يد من أجل النهوض بهذه المدينة، ونمشيو بها للقدام، نمشيو بها للقدام. وكانوا وعدوا الساكنة، ودائما حنايا الوعد نتاعنا وعد كما كيقولوا وعد دين على الحر، الا انه لازم علينا نوفيه بالوعد نتاعنا اللي هو الاشتغال والتقدم بهذه المدينه الى ما فيه الخير ان شاء الله. وكنشكروا يعني الاخوان اللي تابعوا معنا قيمة ومبادرات نتاعهم النبيلة، وكما قلت وعدوا الحر دين عليه، وأنه كان وعد الساكنة بمسائل أو إنجازات أخرى في هذا المجال، خاصة في المجال الصحي إن شاء الله، وفيما قريب إن شاء الله.
وشكرا للإخوة، وشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه القافلة أو هذا النشاط الاجتماعي، لا من قريب ولا من بعيد. وتحياتي للإخوة.